أسئلة طرحت وأقاويل لا منطقية ونظريات محرم كسرها، خرافات تم تداولها توصلك إلى الحقائق. لألتقي بك هنا في بودكاست جريمة. أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست جريمة، أصدقاء الباحثين على الحقيقة. اليوم عندنا حقيقة في حلقتنا نوعا ما حتخلينا نغير شوي في محتوى الحلقة، ولكن ما راح نبعد عن الجريمة بشكل كبير، راح نروح إلى أبعد نقطة ممكنة تكلم فيها الكثير من العلماء. وخلينا أكون معكم صريح، عن خرافات تم تداولها عن الجرائم والسلوك الإجرامي من بداية البشرية. بس لو نبغى نفهم الموضوع بشكل واضح نحتاج نروح لنقطة بعيدة جدا في التاريخ، وبالتحديد من هابيل وقابيل والقصة اللي بدأت من خلالها حرب المجتمع البشري ضد الجريمة. صديق الباحث عن الحقيقة، خلني أشرح لك نقطة مهمة جدا في هذا الموضوع. موضوع كان القتل المبرر فيه في تلك العصور لقلة الموارد، يعني خلنا نقول ما هو بتبرير، مو بتبرير، ولكن هو لقلة الموارد يتنازع عليها الأفراد بأنهم يقتلون بعضهم للفوز بأكبر قدر ممكن من المورد اللي حافظ لهم على حياتهم. الأمر هذا المفروض مع تقدم السنوات وتطور الحضارات يأخذنا إلى منحنى آخر مختلف نتوقع فيه أنه هذا التطور في الحضارة يصاحبه زيادة ووفرة في الموارد اللي من خلالها نقدر نقول ما عاد في حاجة للاقتتال على هذه الموارد الشحيحة. ولكن للأسف يا صديقي العزيز، يؤسفني جدا أنه أنا أزف لك خبر وأقول لك أنه هذا التطور الحضاري بشكل خلنا أسميه كوميديا سوداء صاحبه زيادة وتطور ووفرة في السلوك الإجرامي. سابقا كان هناك اقتتال على مورد شحيح، بعد ما توفرت هذه الموارد الإنسان تطور حتى في سلوكياته المنحرفة والإجرامية لدرجة أنه ابتكر السرقة، ابتكر الاحتيال. بعد فترة لما دخلت التكنولوجيا في حياتنا ابتكر الابتزاز، ابتكر السرقة الإلكترونية. يعني كلما كان هناك زيادة أو تطور في منحنى يؤدي إلى إحياء هذا السلوك كان هناك زيادة وتطور في إحياء السلوك الإجرامي. ويخلينا نرجع لنقطة مهمة جدا، ألا وهي أن السلوك الإجرامي هو سلوك بشري. أعيدها، أن السلوك الإجرامي هو سلوك بشري، بمعنى أن هذا السلوك يتطور ويكتسب كثير من الصفات زيه زي السلوك إنساني. الأمر هذا ما كان واضح في البداية. كيف أقدر أشرحها لكم ببساطة؟ خلنا أشرحها لكم من الحضارات القديمة ما بعد خلنا نقول بداية الحياة وهابيل وقابيل. على سبيل المثال، كان في العصور خلنا نقول ما بعد الحجرية وبداية ظهور الثقافات والحضارات، كان في تصور عند الفراعنة أو عند حتى الإغريق بأنه ما يحدث من سلوك معادي للإنسان هو نتيجة لعمل شيطان، يعني جني حاول يمس هذا الشخص أو روح شيطانية سكنت هذا الإنسان وهي ما يقود للخروج عن هذا النطاق الاجتماعي ومعاداته. نوعا ما كان في محاولة لفهم ليش الشخص يرتكب جرائم، ولكن وصلوا في ذيك الفترة إلى أنه روح شريرة. إيش يسوون؟ قرروا الحين أنهم يعالجون هذه النقطة. عرفنا المشكلة يا جماعة، نبغى نعالجها. المعالجة كيف كانت في البداية؟ كانت بأنهم يأخذون، أشرح لكم وعاد باختلاف المسميات أتمنى يوصل لكم الشرح، كان يأخذون شيء زي الإزميل أو المسمار الكبير ومعاه مطرقة ويضربون جمجمة الشخص اللي عليه سلوكيات غريبة أو إجرامية أو ارتكب خطأ منافي
لقاعدة هذا المجتمع الاجتماعي. طبعا ما يحتاج نفهم ونشوف أو نتوقع إيش صار بهذا الشخص. يعني واحد ضربه بمسمار وثقب زمزمته، فالطبيعي أنه صاحبنا ما يعيش، ولكن كان التفسير بأنه الروح الشريرة كانت أقوى من عملية الاستخراج، ففكروا فيها أكثر فقالوا نحتاج عمل خلنا نقول نوعا ما يحافظ على حياة هذا الشخص حتى وإن كانت هذه الروح الشريرة أقوى. وصلنا إلى أبو قراط، وهو أحد الفلاسفة في العصر الإغريقي اللي بدأ يتكلم أو خلنا نقول نتصف أو وصف بأنه أبو الطب الغربي، واللي بدأ يشرح فكرة الجنون أو فكرة المنخوليا، أنه في حالة تحصل للإنسان من خلالها يخرج عن نطاق، كيف أشرح لكم، يخرج عن نطاق الطبيعي ويبدأ يتصرف تصرفات منافية للمجتمع. وهذا الأمر زي ما يقول أبو قراط ناتج عن أربع عناصر في داخل الإنسان تمثل التراب والهواء والنار والطين، وأشار لها بالعصارات الأربعة أو العصارات الأربعة، يحصل فيها نوع من اللخبطة ما تكون على قدر متساوي من الإفرازات، وهذه اللخبطة أو هذا النوع من عدم الانتظام يؤدي إلى الاعتلال الأخلاقي أو كما وصفه أبو قراط بالمنخوليا. مشى هذا الموضوع إلى فترة بدأت فيها ظهور الديانات السماوية، وهنا بدأت أمثلة زي الكنائس أو خلنا نقول قطاعات متحكمة نوعا ما في فترة زمنية بموضوع القضاء وموضوع الأحكام الموجودة أو حتى فرض السنن التي يجب أن يمشي أو يسير عليها نمط حياة هذا المجتمع زي الكنائس. بدأت فكرة الأرواح الشريرة ترجع، وترجع بطريقة خلنا نقول التساؤل الكبير كان مطروح وقتها، كيف نستطيع أن نخرج تلك الروح الشريرة بدون أن تتفوق وأن ترتكب تضحية بالشخص؟ فراحوا إلى عنصر التطهير، وهي ممارسات تقوم داخل الكنائس بطرد الأرواح الشريرة. ولكن لسوء الحظ لم نصل إلى تصور واضح لما وصلنا إلى القرن 19. يا جماعة الآن نبدأ في الكلام، وما أبغى أحد يتحسس مني، لأنه لنتفق بأنه أي نظرية في العالم وضعت من عالم بشري، وأرجع أشدد على كلمة بشري، هي قابلة للنقد وقابلة للنفي وأيضا قابلة للتأكيد. بالنهاية هي قول إنساني وعلم إنساني بحت حصل فيه جزء من عملية الاجتهاد، ما هو قرآن منزل أو وحي رباني والعياذ بالله. خلنا نتكلم الآن عن القرن 19. بنتكلم عن خلنا أوصفها بأنه واحد من الأشياء اللي شخصيا أنا ما اقتنعت فيه، وهي محاولة الأولية لفهم هذا النوع من السلوكيات وطريقة فكرة الجرائم وكيف تصير. بنتكلم عن الدكتور سيزار لامبروزو. سيزار لامبروزو وهو الشخص اللي نوعا ما بدأ في أنه يربط ما بين الصفات البيولوجية وما بين السلوك الإجرامي، وهالأمر حصل بعد رحلة طويلة خاضها سيزار في تدريس منهج خلنا نقول الطب الشرعي أو حتى في موضوع الطب العقلي وإشرافه على مجموعة مساجين في سجون إيطاليا، أو حتى التدريس في الجامعة، وبعد كده التحاقه في الجيش كطبيب مسؤول عن الجنود الموجودين. وجد بأن الوقت المناسب أنه يبحث بشكل أكبر عن كيف يصبح الشخص مجرم، وربط الفكرة بأنه كيف أشرحها لكم، المجرم يولد. هذا اللي وصله لامبروزو. لامبروزو يقول بأنه المجرم يولد
نتيجة لعمليات بحث وصلت على أكثر من 800 جثة لأشخاص هم مجرمين بشكل أو بآخر. وضع مواصفات، المواصفات هذه ممن يعني خلينا نقول جزء منها أو جزء مما ذكر، صغر الجمجمة، شذوذ تركيبة الأسنان، كبر الشفتين، عرض الفك، إيش بعد كمان، إيش بعد، غزارة الشعر في الجسم. يعني خلنا نقول بصراحة، لو في أحد من الأشخاص، يعني الحمد لله لامبروزو ما حط قانون الصدق أنه ممكن في أشخاص لو فرضنا أنه في أحد عنده مشكلة في أسنانه وركب تقويم أسنان، لامبروزو حيقول أنت مجرم. أو حتى أخواتنا البنات لما يسوون عمليات تجميل أو حقن النظارة أو تكسس تعريض الفك، صدقيني يا أختي لو كنت في عصر لامبروزو حتتحولين من باحثة عن الجمال والحقيقة إلى باحثة عن الجريمة ببساطة. لكن الموضوع هذا فعليا أخذ مسافة كبيرة، لدرجة أنه أشخاص، وأنا أتكلم عن وجهة نظر شخصية وقابلتها في كثير من القطاعات الأكاديمية في العالم العربي، أنهم لا يزالوا يؤمنون بأن هذا هو مصدر حقيقي. صدقوني مو موضوع لامبروزو أو شخصنا، وأنا عارف الحين أنه في أشخاص كثير جاءت في بالهم أكثر من نظرية وأكثر من فرضية، هو بينه وبين نفسه شعر بأنها غير منطقية. فأنا أقول له طبيعي جدا أنك تتساءل. والأمر هذا خلاني أروح لنقطة أبعد شوي. أوكي، أنا عشان أنقذ وأروح أتكلم عن نظرية لامبروزو، خلني أرجع فعلا وعيش مع لامبروزو، وهالشيء بيكون في الفقرة التالية. صديق الباحث عن الحقيقة، أهلا وسهلا من جديد في نقاشنا اللي إن شاء الله أنه مثري. خلينا نكمل الموضوع وأكون معكم صريح، أنا قررت أني أبحث أكثر في الجزء الثاني علشان ما أبان بعد الجزء الأول من الحلقة أني منحاز إلى واحد من المدارس، أو خلنا نقول من أقاويل الفرق التي ناقشت الجرائم عبر التاريخ. عشان أكون موضوعي بشكل كبير، فعليا أخذت مسافة كبيرة جدا وتجردت من خلنا نقول الانحياز الشخصي علشان أشوف نظرية لامبروزو اللي تتكلم عن المجرم المطبوع أو المجرم الذي يولد أو المجرم بالفطرة، أيا كانت المسميات والترجمة. وأخذت مسافة كبيرة جدا في موضوع البحث عن المصادر، واللي من خلالها اجدر بي التنويه بأنه لامبروزو كشف على 383 جمجمة أو 383 مجرم، مو 800. وهالشيء وهالتصحيح جدر بي أني أكون منوه عليه بشكل واضح بعد الفصل الأول علشان مصداقية البحث يا صديقي. خلنا نتكلم الحين ونقول بنروح ونشوف لامبروزو كيف شاف هذا الموضوع وكيف قاس هذه النتائج. راح نتجه إلى القرن 19، إلى أوروبا، إلى العالم، وراح نعيش الظروف الاقتصادية، الظروف الصحية، الظروف السياسية اللي نوعا ما دراسة لامبروزو لهذا النوع من المجرمين، أو دراسة لامبروزو في النظرية بالتحديد للمجرم بالولادة أو بالفطرة، ما تكلمت عنها. ولكن زي ما تعلمت أنا شخصيا في مناهج البحث، أنه كل أمر يؤثر على النتيجة لابد وأن يكون هناك تنويه أو ذكر لها، لأنه فعليا حتى لو كان التأثير صغير في الصورة المصغرة ممكن يكون كبير جدا في الصورة الأشمل. ونبدأ من الموضوع الصحي. أوروبا والعالم في القرن 19 كانوا يعانون من عدة أمراض، أعدها لكم حسب اللي أتذكر الصدق، لأنها أمراض كثيرة والعياذ بالله، والحمد لله وصلنا لعصر يعني لكل داء دواء بعد فضل الله. نتكلم على الكوليرا، نتكلم على الجدري، نتكلم عن التيفويد، توقع كذا اسمها، وإذا أنا غلطان صححوا لي. برضو نتكلم عن أمراض كثيرة كانت تؤدي إلى الوفاة أو حتى إلى النبذ المجتمعي.
الأمر اللي يقودنا إلى النقطة الثانية، ماذا حصل فعليا بسبب هذا النوع من الأمراض في الجانب الاقتصادي؟ أوروبا العالم في القرن 19 وأوائله شهد الثورة الصناعية، الثورة الصناعية اللي ساهمت في نمو العدد السكاني. الناس حصلت المادة اللي تتزوج من خلالها وتتنقل وتعيش، وصار في مصادر دخل أكثر من موضوع الزراعة وبيع المحصولات. ولكن هذا الازدهار وهذه الثورة الصناعية وهذا النمو الاقتصادي اصطدم بما يعرف تاريخيا بالكساد الكبير، الكساد الذي أدى إلى حالات من العطالة، مصانع قفلت، أشخاص فقدوا أعمالهم. الأمر هذا ما يعطيك إيحاء شوي إلى أنه نرجع للقرون الوسطى والقديمة جدا في قلة الموارد التي تؤدي إلى التصارع عليها مما يؤدي إلى الجرائم؟ احفظ هذا النقطة يا صديق البحث عن الحقيقة، بنرجع لها. الأمر اللي برضو ما ذكر وشخصيا كان اجتهاد مني أني أروح أشوفه بشكل أكبر، وهي الحالة الاجتماعية أو ما كانت أوروبا والعالم يعيش تحته كمنظومة اجتماعية. هذه المنظومة الاجتماعية ما كان في نتفليكس، ما كان في كثير من الأيديولوجيات الموجودة حاليا، بمعنى أن أي طفل ينشأ عن طريق رابط غير الزواج الرسمي هو ملعون بشكل غير مباشر أو خطيئة تحت نظرية أو ما تقوله الكنائس. الأمر اللي كان يدفع الأشخاص للارتباط والزواج والإنجاب، ومن يكسر هذا النوع من هذه القواعد الأخلاقية الاجتماعية الدينية يجد نفسه خارج نطاق المجتمع. ممتاز، خلونا الآن نرجع إلى نظرية لامبروزو والحالات اللي وجدها، وزي ما قلنا الأسنان الغير مرتبة، التشوهات اللي موجودة، يعني معاذ الله، ولكن زي ما وصف لامبروزو بأنها تشوهات خلقية هي مرتبطة بالعوامل اللي ذكرت لكم بشكل أو بآخر. نعم، أشرح لكم ببساطة حتى الأشخاص اللي مو متخصصين ولكن مهتم بالجريمة. طبعا الحين ممكن تقولي طيب إيش العلاقة في موضوع أنه هناك أطفال ينشأون عن طريق علاقة غير رسمية أو غير شرعية تحت شعار الزواج؟ أقول لك يا صديقي، روح وابحث عن إيميلي داير. هذه المجرمة في بريطانيا كانت مسؤولة عن مزرعة الأطفال. مزرعة الأطفال في، خلنا نقول، في القرون اللي ما بين 18 و19 وأوائل المبكرة في 20، كانت أماكن نقول أنه الأشخاص اللي قررون أنهم ينجبون خارج نطاق العلاقة الزوجية الرسمية يأخذون هذول الأطفال، لأنهم يعتبرون بوجهة نظر المجتمع منبوذين وبوجهة نظر الكنيسة خطيئة، فعلشان يحسون بأنهم ما أجرموا فيهم ويتخلصون منهم بطريقة خلنا نسميها بكرفتة كذا شياكة للأسف، ويعطونهم مزارع الأطفال. مزارع الأطفال هذولي زي ما قلت لكم، ابحث عن إيميلي داير، شوف شو تسوي من جرائم. وهذا موضوعنا. نرجع لنظرية لامبروزو. لامبروزو لما بدأ يبحث في المجرمين اللي كانوا موجودين عنده، نوعا ما حسب ما قرأت، وإن كنت غلطان صححوا لي في التعليقات وشاركوني برضو كثير من الأبحاث اللي تشوفون إنها نوعا ما يعني أنا أخطيت فيها، مع أنه أنا بحث قدر الإمكان، ولكن أنا أحتاجكم برضو لأنه الآن أنا أثق فيكم جدا. ما تكلم فيها لامبروزو لا عن الحالة الاجتماعية، ولا تكلم فيها عن الحالة الصحية، ولا تكلم فيها حتى عن الحالة الاقتصادية. لو نجي نشوف الموضوع فقط من الناحية الاقتصادية، بس من الناحية الاقتصادية، خسارة الأشخاص لوظائفهم والعطالة اللي حصلت هي ما تصنع نوع من الحقد الطبقي المؤهل إلى ارتكاب الجرائم تجاه الأشخاص اللي يملكون الموارد المادية اللامحدودة، وترجعنا زي ما قلت لكم للعصور القديمة ومحاولة البقاء على قيد الحياة من خلال السطو المسلح.
طبعا مو تبرير، ولكن نقول أنه في عامل اقتصادي، وزي ما عرفنا في علم الجريمة أن العامل الاقتصادي مهم جدا برضه في نشأة الجرائم، وهالشيء ما ذكر لامبروزو حتى في حالات اللي تكلمها. النقطة الثانية، خلني أكون معكم صريح شوي، وأنا أتبناها شخصيا، وجهة نظري الشخصية، لامبروزو تجاهل ثلاث علامات مهمة مهمة، وصفها هو بأنها تشوهات خلقية أو مواصفات جسدية تتوفر في المجرمين. أول شيء لها علاقة بموضوع الارتباط والحالة الاجتماعية والاقتصادية والصحية، ببساطة أمراض الحمل. أمراض الحمل هي شيء من أو خلنا نقول حالة صحية تمر على الأم الحامل، من الممكن تعاطت لها حاجة فرض ما تأخذها حامل، أو حتى أصيبت بمرض أو بسخونة أو أيا يكن، ويمكن كمان يساعدونا فيها الأطباء بشرح أوسع، كمان نحتاج من الأطباء يشاركونا فيها بشكل أوضح للحالات التي تؤدي إلى إصابة الجنين بالتشوه. ركزوا وارجعوا للمواصفات اللي ذكرها لامبروزو، من الممكن أن ينسب هذا الأمر فيها إلى أمراض الحمل، اللي اليوم إحنا في 2024 عندنا القدرة وعندنا الإمكانية البشرية وحتى الدوائية في محاولة بعد فضل الله تلافي هذه الأمور. لما ينولد الطفل بهذا التشوه، مع المعتقدات المجتمعية الدينية نوعا ما المتطرفة، يرى بأن هذا الطفل المولود بمشكلة، هم ما يدرون وقتها أنها مشكلة مرض حمل أو مادة استخدمت بشكل خطأ، أو تعرضت الأم إلى عنصر كيميائي ضمن الثورة الصناعية في ذاك الوقت أدى إلى التشوه. هي ما تدري ولا حد يدري عن هذه النقطة، ولكن يرون بأن هناك جنين مشوه، من الممكن أن يكون مس من الشيطان فينبذ. فلما ينبذ هذا الطفل، مين اللي يأخذ يا حزركم؟ صح، العصابات. العصابات هي كيانات تحتاج إلى جنود جدد وتجدد مستمر في الأجيال، لقولهم طفل مرمي أو رضيع، أمر يرون فيه بأنه استثمار لاستمرارهم أو حتى على الأقل لزيادة عددهم. فبالتبعية يرجع هذا الشخص يبدأ في الجرائم، يدخل في السجن، يكشف عليه لامبروزو. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، وهو الطفل الذي نشأ عن علاقة غير رسمية أو غير واضحة المعالم، بعيدا عن مسمى الزواج في الكنيسة أو حتى في النطاق العلني بالنسبة للمدينة. زي ما قلت لكم، مجتمعيا هو ممنوع، ودينيا في الكنائس هو جزء من، خلنا أوصف لكم إياها، الخطيئة. بسطت لكم أكثر من كده. لما يولد هذا الطفل، يودع في مداجن الأولاد أو في مزارع الأطفال. هذه المزارع تكون نوعا ما، يعني بحاول أخففها شوي، الداخل فيها مفقود والخارج منها مولود، لا فيه اهتمام صحي، لا فيها رعاية اجتماعية، ما فيها مساندة نفسية، يعني أنواع التعذيب، التعنيف، المعاناة، التجويع، الأمر اللي يصنع لدينا مجرم معادي للمجتمع بعد ما يخرج يحاول يعاقب الأشخاص اللي تسببوا في معاناته، واللي بيني وبينكم وصف مؤخرا أو بعد هذه النظرية بأن هناك شخصيات معادية للمجتمع تحاول أخذ حقها أو الانتقام من المجتمع، واللي يقودنا إلى فكرة أنه بعد كذا يجرم يتوفى، يكشف عليه لامبروزو ويحطه ضمن القائمة. النقطة الثالثة، وهي النقطة اللي يعني نوعا ما في مصدرين هي تكلمت عنها، بس يعني خلنا نسميها بأنها
من الممنوعات الحديث عنها، لأنه كان في فترات كثيرة رائج أو عملية الحمل السفاح، واللي يكون في علاقات ما بين أو علاقات محرمة، حتى لو أن وضعوا لها إطار قانوني، محرمة بين أشخاص من نفس الأسرة، يعني إخوان، مما يؤدي إلى عمليات الطفرات الجينية التي تؤدي إلى التشوه والتي تؤدي إلى النبذ. وبعد كذا عندنا مجرم يبدأ ارتكاب الجرائم ويسجن ويجي لامبروزو ويحط لنا القائمة. هي ثلاث فرضيات أو ثلاث نقاط، أعتذر عن كلمة فرضية، هي ثلاث نقاط شخصيا أنا ما شفت لامبروزو تكلم عنها أو وصفها كنوع من الموضوع طبيعي. طبعا شوفوا، أنا عندي اعتقادي أو خلنا نقول وصلت لمرحلة الإيمان الجازم أنه لا يوجد هناك مجرم يولد مجرم. علميا لا يوجد مجرم يولد مجرم. لو فرضنا أن لامبروزو كلامه هذا صحيح، لنأخذ هذا المنحى على طريقة جدلية. ممتاز، لامبروزو كلامه صح والمجرم يولد وعندنا المواصفات. تخيلوا، هل كان صحيح أو ممكن أن نوقف الجرائم؟ جدا ممكن. إحنا عندنا قائمة بالمواصفات اللي يولد عليها الشخص، وبعد كذا إحنا نحطه تحت المجهر والترقب ويكون سهل عملية السيطرة عليه. لا، ولامبروزا ما ودي أدخل في التفاصيل، خصوصا أنه في منكم الغير متخصص بس مهتم في المجال، ما ودي يصدع راسه بالموضوع والتفاصيل هذه. لا، صاحبنا دخل على موضوع الامتلاء وموضوع مدري وش وتوصيف الأشكال بنوع من الجرائم، وصل لمرحلة من التحديد اللي خلنا نقول شكرا أنت سهلت علينا الموضوع، نقدر من خلالها نراقب المجرمين. ولكن مرت السنوات ومرت العقود، وصلنا أكثر من قرنين تقريبا، وما في فعليا أي نتيجة مادية تذكر. ولو أني غلطان وأطلبكم مرة ثالثة تصححوا لي، لو فرضنا بأنه هذا النوع من النظريات صحيح، خلينا نأخذها بشكل جدلي، كان من السهل جدا أنه نحدد المجرمين. نقدر من وصفة لامبروزو السحرية للمجرم بالفطرة، نقدر من خلالها نحدد المجرم المستقبلي، وبكذا يا دار ما دخلك شر زي ما يقولوا. بس خلال الشهور والسنوات والعقود والقرون التالية لهذه النظرية، حتى وإن نوعا ما تراجع عنها لامبروزو، إلا وأنه في ناس من أصحابنا في العالم العربي لا زالوا يرون بأنها حقيقية، هناك ملامح تحدد المجرم. شوف، أنا بقول لك مشكلتي كثير خلال 10 سنوات الماضية تجيني أسئلة، هل هناك ملامح جسدية محددة مشتركة ما بين المجرمين؟ وصدقني بشكل مباشر أو غير مباشر هم متأثرين بنظرية لامبروزو الغير منطقية. شوف يا صديقي، احنا وصلنا الحين لنقطة تستاهل انه انا وياك نكون صريحين، يعني دام اخذت وقتك الكامل هذا وصلنا لهذا التوقيت بالتحديد، خلنا نقول انه انت فعلا باحث عن الحقيقة، تبغى تعرف تسمع عن النقطة هذه. لو فرضنا انه في يوم من الايام كان عندنا اعتقاد واضح بأنه الإنسان يولد مجرم، كان سمعنا عن بنت BTK، واحد من أسوأ 3 مجرمين مروا على تاريخ أمريكا الحديثة من ناحية البشاعة، مجرمة أو على الأقل خلنا نقول هي متأثرة وضحية، ابنها، بنتها، يعني أحفاد BTK، يعني عملية انتقالها بالفطرة والوراثة، ما في شيء زي كذا، ما في مجرم يولد مجرم. أنت تولد ولديك القدرة الكافية أو لديك الكميات المحددة المتساوية ما بين الخير والشر. وشخصيا أنا أشوف من منحنى خلنا نقول ديني ومجتمعي أنك تولد
على فطرة السلام وفطرة التسامح، فطرة أنك تكون شخص سوي جدا. طيب أنا بعطيكم مثال، اللي طالع صورتكم قدامكم الحين هذه بنت واحد من أشهر القتلة المتسلسلين في القرن 21، هابي فيس كيلر أو قاتل وجه السعيد. الآن هي تعمل كصحفية استقصائية في عملية البحث خلف المجرمين. لو أخذناها بمعتقد واضح جدا بأنها المفروض تكون مجرمة، تخيلوا كيف كان المجتمع يتعامل معها من يوم من ولدت. في نظرية، وهذه يؤمن فيها النظرية هذه، معليش هي منطقية أكثر من غيرها، وهي ما تسمى بنظرية علم الضحايا. هي دائرة حياة تبدأ من ضحية وقع عليها جرم، بعد كذا تمر على مرحلة ثانية وهي تقبل المجتمع لهذه الضحية من عدمه، بعد كذا يقود هذا النوع من عمليات إذا ساءت، يعني المجتمع ما تقبل هذا الشخص أو هذه الضحية، يتحول بعد كذا من الضغط المجتمعي أو عملية التجاهل، ما هو بتبرير ولكن المفهومية، يتحول إلى جلاد ومجرم، وهكذا يسقط ضحية، فالضحية تتحول إلى باحثة عن دعم من المجتمع، ولم يجد هذا الدعم تتحول إلى جلاد و و و و و و و و إلى ما لا نهاية. بس القاعدة، سواء اتفقت معايا أو ما اتفقت معايا، سواء كان كلامي صح أو ممكن زي اللي كاتب في أحد الردود هو جالس يهبد، أنا جدا متفهم، وصدقوني أنا منفتح على كل الآراء، لأنه زي ما قلت وطرحت على أمبروزو وغيره من الأشخاص اللي تكلموا عن نظريات، أنا برضو إنسان وكلامي لا يعني بأنه منزه والعياذ بالله ولا يقبل عملية النقد. ولكن صديقي الباحث عن الحقيقة، قبل ما أختم تذكر في نقطة مهمة جدا، وأنه هناك كثير من الأشياء، كثير من التفاعلات، كثير من الأمور التي هي أكبر من فكرة الشكل أو حتى المجتمع أو حتى الصفة النفسية، هي عوامل كثيرة تجتمع حتى يصبح لدينا مجرم. ومن خلال هذا المجرم أشوفك أنا في الحلقات الجاية في بودكاست جريمة، اللي وقتها بيكون في صراع بدأ زي لعبة الشطرنج من هابيل وقابيل إلى نهاية العالم، وكل يوم بيجي شخص يحاول يبحث عن ما هو دافع المجرم من ارتكاب الجريمة وخروج الإنسان الطبيعي عن نطاق التفاعلات الإنسانية الطبيعية. هذا ما قالته الأدلة الصامتة من حقائق وخيارات لم يعرضها سيزر لامبروزو في دراسته الخاصة بالمجرم المولود بالفطرة. للمزيد من الأدلة الصامتة، كل اللي عليك يا صديقي العزيز إنك تفعل زر الاشتراك وتبصم على زر الجرس لو كنت تتابعني من خلال اليوتيوب، ولو شفت محتوانا من أي منصة كانت يعرض عليها هذا المحتوى، كل اللي عليك إنك تفعل زر الاشتراك الخاص بهذه المنصة ومحتوانا في بودكاست جريمة. برضو تساعدني وتساعدنا جميعا لو تعرف شخص مهتم بهذه النقطة أو عنده اعتقاد مختلف، اتفاق أو حتى رفض ونقد آخر، كل اللي عليك إنك تشاركه هذه الحلقة، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من بودكاست جريمة.